أهلا بكم. الفنانة المغربية زينب أسامة تكشف تفاصيل عن حياتها وعن زوجها الفلسطيني. الكل والتفاصيل فضلا وليس أمرا. اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. في إطار الرد على الأسئلة، مجموعة من الأسئلة موجهة إليها من طرف جمهورها عبر حسابها الرسمي على الموقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستغرام. خصصت الفنانة المغربية زينب أسامة وقتا للرد على بعضها، والتي شاركت بعضها على خاصية القصص القصيرة. ومن خلالها كشفت زينب أسامة أنها كانت تعيش أزمة نفسية حادة بسبب تعرضها للاكتئاب، وكان زوجها الفلسطيني هو من سندها ووقف بجانبها وساعدها للخروج من أزمتها ورؤية الحياة بشكل مختلف ومميز من جديد. كما أضافت زينب أسامة أن زوجها قام بالكثير من أجلها ومن أجل الوقوف بجانبها في الأوقات الصعبة حتى تخرج من أزمتها وحالتها النفسية. وللإشارة أن الفنانة المغربية كانت قد أعلنت عقد قرانها في الفترة الماضية، فيما كشفت عن تحضيرها لحفل زفافها ضخم سيحضره مجموعة من المشاهير. هنا وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم قناة نسرين ناشو تي في، ومع السلامة.